نقول لمن وضع الدستور في جيبه، نقول لمن وضع الدستور في جيبه: ألم تقرأ المادة الأولى منه؟ الكويت دولة عربية، الكويت دولة عربية. نائب سنة البراك وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سيد الأخوان يعني بعشر دقائق. أو بمعنى صح هذول، لكن بستأذنكم أنتم يعني. ساعة لك. أولاً خلونا نأكد قضية جداً مهمة، وهي الحرص، كل الحرص على وحدتنا الوطنية في هذا البلد العزيز، وأن الكل يعلم، وكل أبناء الكويت يعلمون أن بعد الله سبحانه وتعالى وتلك المواقف المشرفة من دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتلك المقاومة الشعبية الباسلة من أبناء الكويت التي سالت دماءهم الطاهرة على أرض الكويت المحررة من كل فئات أبناء الشعب الكويتي المخلص، أحضري بدوي سني شيعي، كل أبناء الكويت قدموا الفداء والروح والدم لهذا الوطن. وأنا بقول رسالة الآن بوجهها من هذا الموقع، وأقول أن هناك أنظمة تساقطت من شعوبها كالنظام المصري والتونسي، وهناك أنظمة تتهاوى وعلى وشك السقوط بإذن الله. ها هو شاويش اليمن على وشك أن يتساقط بإرادة الله ثم إرادة شعبه، ومعتوه ليبيا يمارس الانتحار. وأنا أقول بوجود هذه الوثيقة الدستورية بعد الله سبحانه وتعالى، دستور الكويت، نقول ونحن أمام هذه الأنظمة نعم للنظام الحاكم في الكويت اللي مثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ونقول يا صاحب السمو ترى بعينك وتسمع بإذنك أنظمة قهرت شعوبها وتساقطت، الشعوب في الميادين تقول لحكامها ارحل، ونحن نقول لك يا صاحب السمو من ساحة التغيير باسم الله ثم بإرادة الأمة أنك يا صاحب السمو بعد الله ذخرنا وعزنا وفخرنا. خلني أقول لكم أن لا توجد قضية يجتمع عليها التاريخ والجغرافيا بعد الله سبحانه وتعالى إلا أن تتحول لحقيقة، تلك الحقيقة الساطعة أن عمقنا الاستراتيجي والسياسي والجغرافي والاجتماعي هي دول الخليج العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية. العراق من النظام الملكي، وهم يدرسون أبنائهم أن الكويت جزء من العراق، إلى أن حاول أن يحول هذه الكذبة الزائفة صدام حسين إلى حقيقة باحتلاله لدولة الكويت. من العهد الملكي إلى الآن في العراق وفي إيران كان طاقية إيران الشاه الذي كان يمثل ويعتبر نفسه شرط المنطقة، وكان يمثل بذلك الإرهاب الزائف والهيئة الزائفة نوع من الضغوط على دول الخليج العربي، وقام هذا الشاه المقبور واحتل 3 جزر عزيزة عربية على قلوبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الثورة الإيرانية لتلقي
كل ما قام به طاقية إيران إلا شغلة واحدة ما ألقتها وتمسكت فيها وهي احتلال الجزر العربية. فما معنى ذلك؟ ما معنى هذا الأمر؟ احنا نقول أن إيران وللأسف إيران الثورة مارست عملية محاولة تصدير ثورة، وهذا أمر لا نقبله وأمر مرفوض. إيران تطالب بحريات الشعوب وبإطلاق هذه الحريات وعدم طمع الشعوب، وإيران ذاتها تأمر الناس بالمعروف وتنسى نفسها. إيران طمعت الشعب الإيراني عندما طالب بالإصلاحات السياسية، وكان على رأس المطالبين قادة الإصلاح موسوي وكروبي وهم من أبناء الثورة الإيرانية. هل يعقل هذا الكلام؟ هل يعقل؟ هل يقبل؟ فأنا أقول عندما يستجير المستجير، وعندما يصرخ المظلوم، وعندما يضيع الوطن لا سمح الله، لا نجد بعد الله سبحانه وتعالى إلا عمقنا الاستراتيجي وهي دول الخليج العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. جزء من مشكلتنا في البلد أن عندنا رئيس وزراء لا يؤمن بمنطق التاريخ والجغرافيا. رئيس وزرائنا لا يؤمن بأن السعودية ودول الخليج هي عمقنا الاستراتيجي. هذه جزء من مشكلتنا، وتلك الجزء اللي يجب أن نعالجه، ويجب أن نحاسب كل نائب يخرج عن هذا المبدأ. ترى القضية ما هي قضية كلام يقال، ما هي كلام يقال. لا الحويلة بإذن الله يبيجي أبو هادي، ما هو ما شليه المواقف. أنا أقول إذا لم ننتصر لهذا الموقف. ترى رئيس الوزراء لعب فينا للجبع، مو لسبب. ترى إذا كان هناك سبب، ترى مو رئيس الوزراء بقدر ما هو حنا كنواب اللي قاعدين نشوف هذا العبث اللي قاعد يمارسه رئيس الوزراء 5 سنوات وهو يتولى مسؤولية رئاسة الوزراء ومحب للسفر. ما خلى دولة في أمريكا اللاتينية ولا في أفريقيا إلا راح لها، ما خلى جزيرة والله لو تشوفها من خريطة إنك ما تشوفها من صدرها إلا زارها. لكن السعودية ودول الخليج لا، ما هم ضمن أولوياته واهتمامه. لا يزور إيران ويزور العراق، نعم، لأنه يعتقد أنه يصنع عمقا واهما بأن العمق الاستراتيجي للكويت هي إيران والعراق، وهذا غير صحيح. استراتيجيتنا وعمقنا إذا كان هو عمقه أمر راجع، لكن احنا عمقنا هناك في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. أنا بسأل سؤال واحد، سؤال: هل يجوز أن تطلق إحدى الصحف وهي صحيفة العار، هل يجوز أن تطلق على الملك عبد الله بن عبد العزيز أنه كوهين؟ الملك عبد الله، خليني بقول لكم شغلة مهمة. ملك عبد الله هو رجل الإصرار في اتخاذ الموقف التاريخي في تحرير الكويت. الملك عبد الله الآن يقول لنا رئيس الوزراء عندما جاء الصحيفة أن السعودية قامت باجتياح البحرين. حنا نقول السعودية ما تجتاح البحرين، السعودية والبحرين جزء من كل. وعليك أن تعلم يا رئيس الوزراء لما تقولنا وتخدعنا وتخشنا وتقول والله أنا أمرت رئيس وزير الإعلام، وزير إعلامك متى يصحى؟ وزير إعلامك دائم نايم أصلا، متى يصحى عشان تحول له قضايا؟ تقول إني أمرت وزير الإعلام بأن يحول إلى النيابة العامة ما قالته هذه الصحيفة، ونقول على من تضحك يا رئيس الوزراء؟ ما أنت في السابق حولت الساقط اللاقط أولا إلى النيابة
اللي ضرب وحدتنا الوطنية واللي نشر الكراهية بين فئات المجتمع الكويتي. شنو سويتها؟ وعلى منه تضحك؟ وعلى منه تقص؟ وحنا سكت تماما، لأن لا لقط، أن اللقة قد انقطعت بيننا وبينك يا رئيس الوزراء. أصبحت الآن لقتنا أمرين، لقتنا هي الشارع الكويتي، لقتنا هي مساءلتك في مجلس الأمة لإسقاطك وإبعادك عن رئاسة الوزراء. السعودية هي من هدى روع الكويتيين في الساعات الأولى من الاحتلال. السعودية بذلت القالي والنفيس بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل تحرير الكويت هي ودول الخليج العربي. وبالتالي يأتي أحد الأطراف في مقابلة التلفزيون يقول بأن السعودية لوحدها لا تستطيع أن تحرر الكويت، وحنا نقول لك نعم هذا كلام صحيح، لكن خلني أقول لك الكلام الأصح شنو؟ أن لو دول العالم كلها وجيوشها اجتمعت لتحرر الكويت لن تستطيع بعد الله سبحانه وتعالى إلا إذا أمرت السعودية بفتح أراضيها لأهل الكويت. وتضحكون على منهم تراكم. نعم اذا بغيتوا تعلمونا نعم نقولها بالفم المليان وبكل اعتزاز، نعم ان الاساءة للسعودية يؤلمنا، نعم الاساءة لدول الخليج يؤلمنا، نعم الاساءة والاهانة لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرم الشريفين يؤلمنا ويؤذينا. ومن واجبنا عندما يتخلى رئيس الوزراء بأن يقول كلمة الحق اللي نساها، لا الرجل يقول كلام آخر ويقول منطق آخر. أنا فقط أبقول أن تحرير الكويت، فتح أراضي المملكة العربية السعودية للقوات، تراها جاءت من ملك الإصرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في تلك الفترة. والآن بعد مرور، احنا احتفلنا من فترة بمرور 20 سنة على تحرير الكويت، يعقل يا رئيس الوزراء بعد 20 سنة اللي احتفلنا فيه يكافح هذا الأسد الموجود في عرين عاصمة الرياض الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن يطلق عليه كلمة؟ أنا أقول خسرت يا من أطلقت هذه العبارة. وترى يقول الملك عبد الله لن نعتذر لك، لن نعتذر لك يا خادم الحرمين الشريفين إلا عندما نعتذر لأبناء الشعب الكويتي، شعب الوفاء وشعب الكرامة وشعب الحرية، عندما نعتذر لهم وأن نقتص من رئيس الوزراء الفاشل ناصر محمد الذي فشل في إدارة البلد داخليا وخارجيا في ذلك الوقت عندما نجعله يجلس في قصره في شويه ويأكل الشوكولاتة السعودية في تلك الفترة. في تلك الفترة سنقول يا صاحب الجلالة نحن نعتذر. أنا فقط أبقول شنو قالت السعودية وشنو قال خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز عندما أراد أن يهدئ من روع الكويتيين وأميرهم الشيخ جابر أحمد طيب الله ثراه ويزرع الثقة في نفوسهم. قال كلمة خالدة لا زال صداها يتردد في ضمير التاريخ: أما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية معها. الله أكبر. والله العظيم، والله العظيم لو كان رئيس الوزراء هذا الرئيس الفاشل اللي عيب علينا ثم عيب علينا ثم عيب علينا ان نقبل باستمرار رئيسا للوزراء، وانا والله لو كان بودي، والله لو كان بودي، والله لو كان بودي ان تخلون النواب اللي قاعدين مع احترامي وتقديري لهم
قبل الله يتكلمون يقسمون قسم بالله انهم يطيحون برئيس الوزراء. اقسم بالله خلونا نستاهل نلبس الحجر هذه. لعب فينا، لعب بحسبتنا، لعب بالكويت داخليا وخارجيا، مسخ علاقاتنا بين دول الخليج العربي. هذه الدول التي تمثل الحب وتمثل التاريخ وتمثل الحرية وتمثل الكرامة وتمثل الأمة. أنا ما أحب الأمر إيدي. قبل من قبل قسما بالله ثم قسما بالله ثم قسما بالله لأسعى بكل قوتي للإطاحة برئيس الوزراء. خلوا الناس على مسؤولياتكم. الكلام للشجارة، الكلام للشجارة، الكلام للشجارة. احنا نشكر سمو الأمير، نشكر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دوره في إحداث الوساطة في البحرين، وهذا عودنا عليه سمو الأمير من فجر شبابه، من فجر شبابه. واليوم قبل الله يروح للإحتة عشان يرتاح بعد الاحتفالات، يروح إلى الإمارات وعمان 4-5 مرات ليمارس الوساطة بين الأشقاء. تعلم يا رئيس الوزراء، وأنا أعرف أن عمرك ما تعلم. كما احنا نؤكد محمود حيدر وغيره، يا سيدي خلني علمك لان خادع انفسنا. ترى شوف اللي قاعد يصير هذا كله، ترى كله مرتبط برجل واحد. ترى البلد ما وصل وضعه لهالدرجه الا من 5 سنوات وجاي من تولى رئاسه الوزراء. بس هذه القصه لا من روح مني ولا مني. ترى اقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. الخط المستقيم هو ان نروح لهذا الشخص الفاشل اللي دمر البلد داخليا وخارجيا. انا اؤكد على الوحده الوطنيه. اؤكد يا جماعه، تمسكوا بدينكم وحدتنا الوطنيه اللي ما ملك بعد الله له. نتمنى من المعارضة البحرينية أيضا، اللي احنا لا نقبل ان اي شعب من الشعوب ان يقمع او يضرب بسبب المطالبة بالاصلاحات السياسية او الحاجات المعيشية، ولكن ايضا نحن في نفس الوقت لا نقبل بان يحمل شعار اسقاط النظام البحريني. الامر الاخر، يقول المعارضة البحرينية، نتمنى ان تستجيبوا للدعوة الصادقة التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد. خلونا عندما تطلبون ومناقشة كل القضايا بدون استثناء، عشان لأن هذا الرجل ولي العهد صاحب فكر مستنير، يؤمن بحق الشعوب بالمشاركة في الحكم والإصلاحات السياسية. فوصلوا، خلوا سمو ولي العهد يصل إلى ما يريد في قضية الحوار، وحنا نعتقد بعد ذلك أن البحرين بإذن الله ستبنى بسواعد أبنائها وحكامها، بسواعد أبناء شعب البحرين من كل فئة لحفظ البحرين. لأن البحرين دول الخليج هي الأساس، والكويت هي أيضا الأساس بتمسكنا بالوحدة الوطنية بكل فئاتنا، حضري أبدوي سني وشيعي. ولكن مرة أخرى أقول بأن ترى الوضع اللي مصلنا في اللي حنا فيه هذا الانقسام، اخلصوا من بدوي وحضري. حرك الإعلام الفاسد لم يطبق القانون اللي متاح له أن يحاسب للأسف الشديد، وقاعد على أساس أن أعضاء مجلس الأمة هم اللي راح يحمونه. لا، أعتقد بعد اليوم ما في حماية، وبعد اليوم خلوا، ترى حنا في نبيها 5 يدري أبو صالح، يدري الاخوان كلهم، والله ما ركب واحد على المنبر في ساحه الاراده الا اقسم. صح يا ابو صالح هذا الكلام ولا لا؟ اقسم بالله انه عشان 5 دوائر سيطيح برئيس مجلس الوزراء. انا الان اقسمت لكم
أنا أتمنى الآن أنكم تركضون من كل عضو.